راح نسوي لكم رز بخاري. حطينا شوية زيت، راح نقلي فياته البصل على الحامي هيك. البخاري زي ما بتعرفوا انه الروح تاعه الجزر، الروح تاعه الجزر. طبعا بين ما يدبل شوي البصل راح نبلش هون بصينية الدجاج. راح ندهن ارضيتها ايش؟ شوية جزر. وراح نحط بهارات الكاملة هون بالزوايا. وراح ارش شوية ملح بارضية الصينية. وشوية فلفل اسود برضه بارضية الصينية. تمام؟ وراح اجيب اليوم ايش عملنا لكم؟ دبابيس او ايش؟ درامستيك او فخاد التحتيه، ايش انتم بتحكوا لها؟ نفس الاسم، احنا معكم. بس الـ 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 الطعم تاعهم هدول، المره الماضيه حكيت لكم انا من انصار فخاد الدجاج. فاليوم عملت لكم اياها بافخاد الدجاج لهذا السبب. بده شوي كمان عشان يدبل. لو سمحت تحطوا لنا تتبيله الدجاج هون عندكم على الهواء عشان المتابعين يعملوها. فلفل اسود، ملح، طبعا العيارات صرتوا عارفين كيف، لكل كيلو تقريبا معلقه كبيره ملح، سواء كان لحم او دجاج حسب الطبخه. بابريكا، بهار مشكل دجاج شوي بنحط، صلصة بندورة، زيت زيتون بكر أصلي. يا سلام على البصلات، بلشوا يدبلوا. هاي الأثناء على طول إيش رح نعطيهم نفاجئهم؟ بالجزر. حط كمية الجزر، طبعا قطعناه هيك شايفين؟ زي السلايسات نحيفة هيك. احنا هون راح نقلب الدجاجات فخداتنا العزيزات عشان ايش؟ نلحق ندخلهم على الفرن ويستوا معنا خلال تقريبا 40. هاي سقطت مكانها نظيف، رد نرجعها. طبعا لما تيجي تعملوها الاشي اللي راح يطلع الريحه هاي الطيبه اللي هي روعة اللي هو زيت زيتون. بنصفطهم زي المؤدبين الشاطرين، يمين شمال يمين شمال. شوفوا ما أحلاهم مرتبين. والله اجوا على عيار بالضبط. تكسح يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا عزيزي الله الغالي. الله رائحة الابداع، ما ريحة البصل اقوى صراحة. ريحة البصل طبعا طبعا اقوى. ايوه عليه هون هون كنت احكي للمتابعين اللي بعطي الريحة لما تيجوا تبلوا بالبيت اللي هو زيت الزيتون مع صلصة البندورة. هاي الريحة. انا في الحالة هذه كانسان كمواطن كصديق ليك ماشي مش نقابل بعض الاصدقاء بعد الحلقه، نمشي ريحتي بصل قلبهم، والله لا تقلبهم بسرعه، يلا انجز 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 قلب قلب قلب، ايوه اسرع 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 اسرع. انا عليه معذبني يلا يلا. شايفين هاي البخور هاي البخور هاي البخور. يلا شوفوا اعزائي هون خلصنا الصينيه، راح ندخلها على الفرن لمده بدي اشتغل. تفضل اشتغل لمده 40 دقيقه على درجة حرارة 180
170 طبعا بغطيها بنغطيها وبنحط عليها شويه مي هيك بالصينيه. شو بتاكل انت قاعد؟ جزر. جزر اهلا وسهلا. راح نحط شويه مي بالصينيه. زي الرز البخاري شيف. شوفوا 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 شوفوا. لا لا ما اجي عليك ما تخافش. ما تخاف. قلب قلب اسرع 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 اسرع. هاي صلصه هاي رز هيك. راح نسكر يا امين الدجاجات. شوف هاي الدجاجات انا المريول ابيض جار. بنطالب الاداره يفصلوا لنا يونيفورم للسيد امين عشان يعني يشتغل معي بحق الله. عجبت الاكل الاكله كيف امبارح؟ انا كان نفسي المتابعين يشوفوا معالم وجهك صراحه. امبارح كان عالمي طبق مشاهدين. طب تقعد تقلب هكا برشا؟ قلب 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 هني نقلب. يلا عشان ايش؟ نحط الزبيب. وهون يا سيد العزيز ايش عندي؟ عندي زبيب نقعته بمي. مي سخنه تقريبا 10 دقائق، نحط الزبيب ونقلب بالماء بتاعه. وهون عندي مرقة دجاج كمان انا عاملها بنحطها هون وبنقلب. انجز انجز يا مين انجز اسرع. بعد هيك راح ايش نعمل؟ راح نحط الرزات بس شوي ايش؟ يغلوا مع بعض. شو عملتوا انت؟ خربت شيء؟ لا في لعب شيء امين بالغاز؟ ليه والله لا اكيد؟ والله ما بتوكل. بدك تخرب لي الطبخه عشان تعرف انك انت الشاطر يعني. في يعني شوفوا متابعينا انا يعني شفت انا امين شاف انه انا الناس مكيفين علي بالطبيخ ومش طبيخ بحاول ياخذ مني هاي المهنه، بده يصير يقدم لكم اذاعه هناك مذيع ويجي هون يطبخ، صح؟ هيك النية صح؟ هو هذيك النية صراحة. أنا عارف، أنا قلبي حاسسني، أمي بتقول لي دير بالك على أمين، شايفة يمه؟ تحية للوالدة ربي الله يسعدها يا رب ويسعدك. طيب يلا شايف نصب الرز. صب الرز، احكي احكي بسم الله. بسم الله. احكي بسم الله بسرعة 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 قبل ما يفسروا علينا هسا. ويحكوا لك رحت اشتريت من برا رز. إذا خرب رحت اشتري من برا بقول لك. خلص 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 وين الملح؟ ملح والكمون دق لي هدول الكمونات بسرعة بسرعة دقهم هيك دق 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 احكي بسم الله. بسم الله. أيوه متابعينا الأعزاء أمين راح يكمل لنا هسا دق الكمون وراح نطلع فاصل. برافو شيخ. راح نطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. يسعد مساكم متابعينا كيف حالكم؟ رجعنا لكم من جديد. الرز قرب يستوي. ثانية واحدة بس خلوكم معي ثانية واحدة ما حدش يروح. يا اهلا وسهلا فيكم. عملنا رز البخاري وحطينا فخاد الدجاج جوا الفرن وراح نعمل لكم سلطه خضراء. راح نحط البندوره والخيار والبصل الاخضر قطع شرايح صغيره والملح والليمون. طبعا انا كاتب لكم بالوصفه انه نعنع ناشف بس انصدمت اني انا ناسي اجيب نعنع ناشف فجبت نعنع اخضر. مش راح احكي لكم انه يعني بس نفس الطعم شوي 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 بيختلف شوي بيختلف. السلطه العربيه او السلطه الخضراء او ايش بدكم تسموها احنا موافقين. مكوناتها بسيطة طعم اللي بنحبه المتعودين عليه كلياتنا ما شاء الله. نسكبها باللون بصحون بيضة عشان تبين السلطة والجمال تاع السلطة. Thank you.
حطينا ملح، حطينا ملح. فكرت حالي ناس الملح والله. هاي السلطة الخضراء راح نعمل لكم هسا خيار بلبن، خيار وجزر باللبن، نزين شوي. راح نجيب خيار مبروش او مقطع صغير، راح نجيب جزر نفس الشيء، راح نجيب لبن تقريبا كوب لبن، راح نجيب ملح، اهم شيء بالسلطه يا جماعه الخير انه تكون الخضار فريش، خضار فريش وتكون بارده، الخضار تكون بارده عشان تعطينا طعم طيب. في ناس بخلوها برا او تكون يعني ضاربيتها الشمس، فصراحه ما بيطلع الطعم طيب. سلطه خيار لبن مع الجزر. يا اهلا وسهلا، يا صباح النور، ويا اهلا ويا سهلا. صباحكم اهلا صديقي العزيز، كيف الحال؟ صباح. بديت تجيني الرسائل على التحدي اللي اعلناه انا وياك. ناهيك ناهيك، انا لو بدي احط برا عرباي بالشارع واشوي بالشارع بدي اسوي لك هيك، خلص انا حطيتك بمخي. طب شو حتعملي؟ شو الاصناف؟ كل شيء كل شيء كل شيء اصلا. طب خلوني اكون موجوده لانه انا ايشك تطبخي انت؟ لازم انا اللي انا شو؟ ايشك تطبخي؟ اطبخ او تعملي لنا اكل؟ لا لازم. انا جايه ادوق. حكام، رح نعمل حكام شرف. ايه انا صراحه صراحه عشان في ناس تتحدى. رئيس لجنه التحكيم. لو الفكر لو الفكر، لجنه التحكيم تكون من منتج والمذيعين الاثنين. لا لا لا، مش على الحلقه كمذيع، نجينا وياك نعمل التحدي يجي. صح، لانه امين العمل ينادي والواجب ينادي، يروح يقدم فقره. سيدي انا جاهز، انا جاهز، انهي لي الموضوع انت بدك اياه، ما تقعد تحكي لي. شوفوا يا جماعه الخير الرز البخاري. يعطيك صحة، تفضل. اوه هدول الفلفلات اعطوا طعم طيب. وبالصدر كمان. طبعا. يا عين. شوف لي الدجاجات يا امين، تحمروا ولا لسه بدهم وقت؟ على طول يتحمروا. شكلك جوعت مع الاكل مع الريحه. حمر شيخ والله؟ زيدهم شوية. شوف الرز، الألوان، الروائح. الله الله الله، الروائح. احنا قبل شوي اجت عدنا بالاستوديو. حقا رجع ريت من وراك، رجعت لهم ريحتي كلها بصل. صح والله. عليه شيخ شغل شغل، أكل عيش أكل عيش أكل عيش. أكل عيش. عملنا زبيب مقلي، سنوبر مقلي، جزر مقلي، عندك اعتراض؟ لا خلص. لا بس مبين طيب. لا ليه والله حلو. الله 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 يا عين. الله 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 الله. تو مينت، انا راح اصفتهم بالتو مينت، راح اخلصهم بالتو مينت. قاعدين بيهددونا بالاستديو المخرجين، بيهددونا انه احنا نخلص الصحن تاعنا ولا ما نخلصه. يلا بسم الله، ما حدش يحكي معي. طيب. ما تحبش تساعدوك. امين ما تحكيش معي. اوكي. امين احكي معي انا، خليه يكمل تحضير الطبق. ساره انت يعني تحب هالانواع البخاري. طبعا انا رز، يعني انا وين ما كان في رز تحت اي مبرر تحت اي. ليه انا اعرف انه تحبهم هالانواع. يا والرز البخاري بالذات، يعني جربت انت الرز البخاري قبل؟ ايه جربته. هذا ايش بتسموه الدبابيس الدجاج؟ شو بتسموها عندكم؟ دبابيس. هذول دبابيس؟ اي دبوس. دبوس درم ستيك دبوس. يا سلام، احنا ما نعرفش شو يسميه عنا دجاج، يعني كله لا الرجل. دجاج. طب يعني اذا بدك تقول لحد اعطيني هاي شو بتقول؟ فخذ دجاج. ايه شفت في اسم طلع. الله، رشة الزبيب. السنوبر. يا عين يا ليل. تابعين الأعزاء، أطيب بخاري بالعالم.
هلا اطيب بخاري ولا مش اطيب بخاري رح نعرف انا وانت بعد عجبتني هذيك اللي هكا ما عمل هذيك هون لا